Hello, how are you? Fine, thank you. Now we have English. Are you ready? Yes, we are ready. Great. So, third graders, please open your workbook on page 8. On page 8. Today we have this page just only on workbook. On workbook. Okay? So, let's begin with question number 1. Question number 1. We have digital watches. We have digital watches. So this is 8 يا ثالث إذا شفتوا كيف إنها مكتوبة. Okay. هلا 8:45. How do you read it? It's a quarter. 45 means a quarter to. Quarter to 9. Quarter to 9. نزيد لها واحد هنا نتذكر. لأنها هي digital watch فquarter 9 quarter sorry to 9 هيها so match it and then write it here. أنا ما كتبتها بس أنتو يا شطار يا أبطال you have to write it down here. Now what time is it? 12:15. So it is quarter past 12. Quarter past 12. Good. So quarter past 12 here it is. So you have to write it down here. Okay? اكتبوها يا مس هون. طيب. هلا. And the last one here we have 30. So half past. It means half past 4. Half past 4. So this is the sentence, okay? Or the phrase half past 4. And you have to write it here. Now, question number 2. Write the time. Write the time يعني احكي الوقت. اوكي هون كان عندنا شوي انه ماتش نوصل للمره هاي احنا بدنا نكتبه من حالنا. هلا 2:30 it is 30 remember half past 2 so it is half past 2. Good. Now here we have 10:15 so it's a quarter past 10. It's a quarter past 10. Good. And here we have 45 means a quarter to, and we have to add one here. لازم نزيد واحد يا مس نتذكر لما أخذنا بالسكول. So it is a quarter to 12. It is a quarter to 12. Okay. طيب هلا فكرة the idea of a question 3 you write the words 5th, 3rd, 6th, 2nd, 4th, 1st. هاي فكرة قبل ما نحلها علقتها على الوركبوك. أنا حابة أشوف شو حضرت لكم هيك بس إشي هيك نفهمه أكتر لهذا السؤال لفكرة هذا السؤال فخليكم معي يا حبايبي الحلوين. هلا in school remember كنتوا تصفوا هيك بشكل line صح or queue طابور طابور الصباحي. طيب هلا لو بدنا نعدهم count them ها شو حكيت لكم count let us count them يعني خلينا نعدهم يلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Count them, يعني عديناهم. How many students? How many boys? 7 boys. 7 boys. 7 boys. لكن أنا رح أحكي لكم point to the first boy. ها شو حكيت؟ Point to the first boy. أشرو لي على الطالب الأول. هي خلينا نعتبر this is the flag. هذا العلم هو صف أول واحد. So this is the first boy. هلا point to the third boy. هاي first, second, third. This is the third boy. مس شو يعني الفكرة؟ الفكرة بتتذكروا درس الرياضيات. خليني أجي أعملها بالرياضيات ماث لما أخذته من الصف الأول. إنه كنتوا تاخذوا الأول، الثاني، الثالث، صح يا مس؟ الرابع، الخامس، ما كنتوا تحكوا واحد، اثنين، ثلاث، لأ، لما بدكم تعدوا إشي مرتب بشكل صف بشكل إنه طابور بشكل حدا ورا الثاني بنحكي بالترتيب الآتي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع مس نفس الشيء اللي هذا أخذته بالرياضيات بالعربي بالصف الأول هلأ إحنا رح ناخده نفس الفكرة هي موجودة بالإنجليش. هلأ الأول اللي حكينا كلمة أول ما حكينا واحد عنها هي the first والثاني حكينا عنه the second والثالث the third والرابع the fourth والخامس the fifth والسادس the sixth والسابع the seventh okay and so on and so forth وهكذا. يعني يا حبايبي احنا
زي ما أنا عامل لكم هنا بهاي الجهة الـ written in blue المكتوبين بالأزرق اللي هم numbers. هذول إحنا بنسميهم numbers صح؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 أو زي ما كتبتم كلمات بس بعتهم numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. هلأ هذول numbers يعني بنستخدمهم لما حدا يطلب منا نعد count them, count something, نعد شغلة صح؟ كمثلا في عندي مجموعة أشياء نعدهم أوكي؟ لكن لما بدنا نحكي ترتيب إذا في عندي أنا صف في عندي طابور في عندي هلأ لما بدك تحكي مثلا بنستخدم هذا الترتيب بالطابور الصباحي كمان بالحصص باللسنز on timetable. Remember timetable لما كانوا يحكونا the first lesson, the second lesson, the third lesson ما كانوا يحكونا lesson one صح؟ ما حكونا lesson one إذا ذكرتوا كانوا يحكونا the first lesson بتم يحكونا أنهم مرتبات الحصص بالترتيب الحصة الأولى الحصة الثانية الحصة الثالثة ماشي؟ إذا الطالب الأول الحصة الأولى يعني إذا في ترتيب حتى بسموهم بالإنجليش مش مطلوب منكم تعرفوا الاسم بس أنا حابة أحكي لكم إياه لأنكم كتير شطورين ordinary numbers يعني ordinary يعني من order إنك أنت قاعد بترتب هلأ the first the second the third the fourth the fifth the sixth the seventh the eighth the ninth the tenth okay طيب هلأ أنا نفس الشيء كتبت لكم إياهم بالأرقام هلأ هون إذا بتتذكر remember these words of numbers وهدهم النمبرز هلأ هدولا الordinary numbers مكتوبين كلمات كيف بنكتبوك كتابة رقمية بالشكل هذا هلأ بكتبوا 1 نقرب عليها أكثر لاحظوا يا مس هلأ the first هاي كتبنا 1 وآخر حرفين منها st كتبناهم هون فوق على راسه هيك بخط صغير st طيب so the first هي 1 st إذا كتبت 1 لحاله بصير؟ لا بصير عندي كأنه نمبر 1 وأنا ما بدي نمبر 1 أنا بدي إشي ترتيب يعطيني إنه الحصة الأولى الطالب الأول أوكي الشغل الأولى يعني هلا 1 ST first second the second 2 آخر حرفين ND ND هون هيهم على الزاوية وخط صغير طيب the third هي 3 وآخر حرفين RD RD هيهم فوق طيب حلو the fourth هاي 4 صح 4 والتي والاتش هم حطيناهم هون the fifth هاي 5 وهاي والتي اتش هي حطيناها فوق the sixth sixth هاي والتي اتش اخر حرفين اذا بتلاحظوا بنكتبهم بجنب الرقم the seventh كثير very easy very interesting يمس صح yes انا متاكد انكم تحكوا هيك زي the seventh seven وهاي تي اتش اخر شيء هاي كتبناها هون the eighth هاي number eight ولكن احنا بنكتب تي اتش اللي هي s the eighth هلا the ninth نفس الشيء 9th good the tenth this is 10 and th 10th هلا اذا بتلاحظوا كمان انا متاكده في حدا فيكم يا مس انا من الاعداد from fourth to tenth هذول بنستخدم ال th صح بس علينا نحفظ انه first اللي هي هيك 1 يعني first second اللي هي number 2 second third rd يعني هدول بس نحفظهم شوفوا حتى حفظناهم وسهلين اوكي والباقي النمبر طبعا كلهم نمبرز بس ايش بجنبهم تي اتش تي اتش تي اتش الاس حكينا اس اوكي هلا ممكن تجيك فكره بسيطه كتير لاني حابه انه انا اكون متاكده انك انت فاهم يا حلو يا ثالث عندي ذا سكند ممكن لو احكي لك تشويس اور تشوز ذا كوركت انسر ذا سكند مين منهم هدول ويتش وان از ذا كوركت انسر هاي الكتابه ولا هاي الكتابة أنا عارفة إنكم بسرعة حكيتوا لي بي صح ليه why لأنه هيا second اللي هي الثاني second end هاي آخر حرفين end صح it's very easy هلا هاي مين قرأ لي إياها who can read it يلا يا حلوين fourth excellent fourth fourth طبعا خطأ مش إجابة أنا بدي second طيب نرجع لسك back to our question هلا بالworkbook okay هلا question number 3 write the words fifth هلا احنا عرفناهم third sixth second fourth first هلا نفس الشيء كاتب لي هاي الارقام
طبعا هنا لأنه بالكتاب المطبعية هو الأصح يا مس تكتبها بالزاوية بخط صغير فوق، لكن بصير هنا إنك تشوف كتابات أحيانا خاصة بالطباعة إنها تكون حرفين على الجانب جنب الرقم مكتوبة. First آها second صرنا شطورين عرفناها. Third fourth طبعا إحنا راح نطلعها من فوق ونكتبها وكمان نعمل matching، بس أنا ما عملت matching، انتوا راح تعملوا والله يرضى عليكم. fifth sixth ممتازي. It's very very easy and very interesting actually. طيب هلا يا مس بآخر حصتنا اليوم يا حلوين عندنا هذا question number 4 وحبيت أكتب عنده مهم لأنه هذا بساعدنا بالكلمات زي ما أنا كنت أدربكم بحصص الإنجليش in school. remember English lessons اللي كنا نأخذهم بالسكول، كنا أخذنا الفوكابس صح، وكنا نأخذ كل كلمة إيش يساعدنا عليها، إيش يساعدنا يدلنا عليها. يعني for example I can do، remember I can do this sum. this sum sum اللي هي عملية الجمع صح، اكتب فوقيها جمع إنه نتذكر عملية الجمع. it is easy. كيف عرفت easy؟ لأنه I can do، أنا بقدر أعملها. حلو. number two the football game was very exciting. بس احكي كلمة فوتبول بس اشوف منظركم يا اولاد، يعني الفرحة، يعني كيف بدنا نرسمها على وجوهكم وعلى البادي، يور بادي يور فيس يور، يعني الاكشن بصير عندكم صح. exciting واو كتير حصة رياضة حلوة خاصة الفوتبول صح يا اولاد. number three we are learning about elephants. It is very interesting. إنها كتير ممتعة. إحنا قديم نتعلم عن الإليفانت. Number four. I like art but I can't. Remember can't؟ يعني إني مش قادر. Paint. مش قادر ألون بالألوان هاي المائية. يعني أنا بحبه بس مش قادر ألون فيه. فمعناها I can't. It is or it's difficult. It's difficult. شوف كيف أنا من خلال كلمة بالجملة عرفت أنا أختار الكلمة الصحيحة. This is drum. طبعا هاي الدرام، لاحظوا كيف الصورة سكر أذانه معناتها مزعج بالنسبة له مش مستمتع بالتطبيل عليها. So this drum is noisy. Is noisy. And finally I like English. زينا إحنا بالضبط نحب الإنجليش ونحب نسيت الإنجليش صح، نحب نس إيمان وأنا بحبكم يا حلوين، بحبكم كتير. Our lessons are always fun. Right؟ صح؟ أنا متأكد أنكم كلكم هيك كتبتوها فن والله يسعدكم. بكفي هاي الصفحة والفكرة اللي أخذناها عن الordinary numbers وهم جديد شوي مرت علينا بدرس الريدينج، كمان هلأ فهمناها أكتر وأكتر. وأوكي راجعوا اللي بناخده أول بأول الله يرضى عليكم. وgoodbye goodbye goodbye